سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي المصري عليه رحمة الله تعالى. وكنا وقفنا عند الفقرة التي تتعلق بمسألة رؤية الله سبحانه وتعالى. إذا أمكن إن احنا نضع المتن على الشاشة يكون أفضل. قال الشيخ رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. الشيخ كان قد ذكر قبل ذلك أن الرؤية القول الحق فيها أنها حق، يعني ثابتة بغير إحاطة ولا كيفية، وشرحنا هذا وذكرنا الأدلة على أن الرؤية حق ثابتة، وذكرنا أيضا الأدلة على أنها لن تكون بإحاطة ولا كيفية، فهذان أمران ينبغي الجمع بينهما في الاعتقاد: إثبات الرؤية مع القول بأنها رؤية تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ما الذي يليق بجلال الله؟ أن تكون الرؤية بغير إحاطة ولا كيفية. طيب، الشيخ الآن يقول: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. دار السلام المراد بها الجنة، قال الله سبحانه وتعالى: لهم دار السلام عند ربهم. فدار السلام هي الجنة. طيب، سميت الجنة بدار السلام كأنه قيل دار الله، كما نقول بيت الله، لأن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. والشيء إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فإنما يضاف إلى الله على سبيل التعظيم، كما نقول بيت الله، كعبة الله، ناقة الله، وهكذا. فالأشياء إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فإن إضافتها إلى الله يعد تعظيما لها. فلذلك قلنا هنا دار السلام يعني دار الله أو بيت الله، والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. لماذا نعظم دار السلام؟ أو لماذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى؟ لأنها محل رحمة الله عز وجل. إذن سميت دار السلام بهذا الاسم على معنى أنها دار الله سبحانه وتعالى، على اسم الله السلام. وهناك قول آخر أنها سميت بهذا الاسم لأن من دخلها سلم، فهي دار السلامة. السلامة من ماذا؟ السلامة من الآفات، السلامة من الفناء، السلامة من العدم، السلامة من النقص، السلامة من الأنكاد والغموم والهموم التي كانت تعتري الإنسان في الدنيا. فإذن هي دار السلام بمعنى أن من دخلها سلم. وقيل سميت دار السلام بهذا الاسم لأن أهلها يسلم بعضهم على بعض، يسلم بعضهم على بعض، وسلام الناس بعضهم على بعض، يعني نضع هذا الكلام كده بين قوسين، هذا من محاسن أوزبكستان، إنه الناس جميعا هنا
الذي رأيته أن الصغير والكبير يقول السلام عليك. هذا من محاسن هذه البلد الذي لم أره في بلدان كثيرة أخرى. فدار السلام سميت دار السلام لأن الناس يسلم بعضهم على بعض، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن. فقال الله سبحانه وتعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يبقى أهل الجنة لا يسمعون فيها اللغو، الكلام الذي لا فائدة فيه، الذي لا ينبني عليه عمل، ولا تأثيمة، ولا الكلام الذي يترتب عليه الإثم، إلا أن يسلم بعضهم على بعض، إلا قيلا سلاما سلاما. فهذه صفة من صفات أهل الجنة. والقرآن ذكر لنا العديد من صفات أهل الجنة التي ينبغي لنا أن نحاول التخلق بها في هذه الدنيا حتى ننال هذه الصفات أو نكون من أهل هذه الصفات في الآخرة. فمن صفات أهل الجنة أنهم لا يشهدون الزور، ولا يشهدون مجالس اللهو ولا اللغو، ولا يضيعون أوقاتهم فيما لا يفيد. ثم إنهم على ألسنتهم السلام السلام. فإذا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقيل سميت دار السلام بهذا الاسم لأن الملائكة تسلم على من دخلها. الملائكة الآن هي التي تسلم، وليس الناس هم الذين يسلم بعضهم على بعض. والقرآن ذكر ذلك أيضا، فقال الله سبحانه وتعالى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فإذا سميت دار السلام بهذا الاسم إما على اسم الله السلام، وإما لأن من دخلها سلم من الآفات والفناء والعدم والنقص، وإما لأن أهلها يسلم بعضهم على بعض، وإما لأن الملائكة تسلم على من دخله. طيب، يقول الطحاوي رحمه الله لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. ما هو الوهم وما هو الفهم؟ ما الفرق بين الوهم والفهم؟ أعتقد ذكرنا ذلك من قبل. هل تذكرون الفرق بين الوهم والفهم يا شباب؟ يا أيها الإخوة الكرام، الوهم يا شيخ عبد العزيز هو إدراك الجزئيات بالعقل، والظن والظنون. الوهم هو إدراك الجزئيات، والفهم هو إدراك الكليات. لو تذكروا الشيخ قال في بداية العقيدة أن الله عز وجل لا يدرك بوهم ولا فهم، يعني الله سبحانه وتعالى لا يدرك جزئيا ولا كليا. الله عز وجل خارج نطاق الإدراك البشري، يعني فهم حقيقة الذات الإلهية خارج قدرة البشر، وإنما نستدل على وجود الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بآثاره ومخلوقاته، ونعرفه بأسمائه سبحانه وتعالى. أما معرفة الذات فهذا لا يكون. طيب، فإذا يقول الطحاوي هنا لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. يعني لو قلت أن الله يمكن أن يرى جزئيا أو كليا بالوهم أو بالفهم، فهذا يعني أنك تدركه، وهذا الإدراك يكون بالعقل، والله لا يدخل تحت حكم العقول، ولا يصح الرؤية إلا بترك التأويل. طيب، إذن يقول الشيخ هنا ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام
لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. يعني لن يرى الشخص ربه سبحانه وتعالى إذا اعتقد أن الله عز وجل يدخل تحت حكم العقل، وإنما لا تصح الرؤية إلا بما أخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى بأنها رؤية بغير إحاطة ولا كيفية. والرؤية بغير إحاطة ولا كيفية والرؤية بغير إحاطة ولا كيفية خارج نطاق العقول، خارج حكم العقول. العقول لا تتصور هذا، العقول لا تتصور هذا، لأن العقول في الدنيا هنا ألفت رؤية معينة بطريقة معينة. فإذا قلت نحن سنرى ربنا سبحانه وتعالى من غير أن يكون بيننا وبينه مسافة، وهي رؤية بصرية، ومن غير أن يكون هناك اتصال شعاع، ومن غير أن يكون الله عز وجل محدودا أو في جهة أو مكان، سيقال لك إذا هذه ليست رؤية، كيف تكون رؤية؟ إذا الله لا يرى. فأنت لو اعتبرت الرؤية بوهمك أو تأولتها بفهمك وقلت لا رؤية، إذا يعني إذا قلت أن الرؤية لا تكون إلا بالطريقة المعهودة، أو قلت إذا لم تكن بالطريقة المعهودة فلا رؤية، فلا يصح إيمانك بالرؤية. لماذا؟ لأن الإيمان بالرؤية لا يكون إلا بأن تجمع بين أمرين تحدثنا عنهم، الأمر الأول إثباتها، الأمر الثاني أن نقول بأنها ثابتة لكن بغير إحاطة ولا كيف. ثم يقول: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ماذا فعل المعتزلة؟ المعتزلة أولوا الرؤية وقالوا لا رؤية. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا من رؤية الله سبحانه وتعالى إلا الرؤية المعهودة التي تكون بمقابلة بين الرأي والمرء، والتي تكون بوجود مسافة قرب أو بعد، والتي تكون باتصال شعاع. والله عز وجل ليس كذلك ولا يليق به ذلك. فلما لم يفهموا من الرؤية إلا هذا نفوا الرؤية. طيب، لو سكت المعتزلة وسلموا للنصوص دون أن يدخلوا في ذلك بعقولهم لسالموا. طيب، فإذا الشيخ هنا بيدل على أن ما لا يدخل تحت نطاق العقول أو لا يمكن فهمه بالعقول إذا ثبت بالنصوص ينبغي المصير إليه. وفي هذا أبلغ رد على من يقولون إن الحنفية أو الأشعرية يقدمون العقل على النقل. كم سمعنا هذه الكلمة من مجموعة من المشتغلين بالعلم يقولون الأشاعرة والحنفية الماتريدية يقدمون العقل على النقل، وهذا الكلام كلام ينطوي على اتهام بهؤلاء العلماء الكبار، وينطوي أيضا على جهل بحقيقة مقالات الأشاعرة والماتريدية. نحن هنا نقول صراحة، أهل السنة هنا يقولون صراحة، إن الأمر إذا كان ثابتا في القرآن والسنة ولم تستطع العقول إدراكه فالواجب هو التسليم. هذه الفقرة أيضا بالإضافة إلى الإشارة السابقة، الإشارة إلى أنه لا تقديم للعقل على النقل كما يدعي الوهابية، هناك إشارة أخرى في هذه الفقرة تدل على أن هذه العقيدة عقيدة حنفية. وهي أن الماتريدية
يثبتون الرؤية من جهة السمع. يثبتون الرؤية من جهة ماذا؟ من جهة السمع لا من جهة العقل. وإثبات الماتريدية الرؤية من جهة السمع هذا يعني عندهم أنها لم تثبت من جهة العقل، أو لا يستطيع العقل أن يثبتها، أو أنها خارجة نطاق حكم العقل، أو أن العقول لا تستطيع أن تتصورها. فلذلك الماتريدية يثبتون الرؤية، وهنا الإمام الطحاوي وشراح الطحاوية كلهم من الماتريدية كما قلنا، يثبتون الرؤية من جهة السمع لا من جهة ماذا؟ لا من جهة العقل. وكلام الإمام الطحاوي هنا يدل على ذلك. طيب، ولزوم التسليم وعليه دين المسلم. فإذا الإيمان التام كما يقول الشيخ هنا، أو كما يريد أن يقول الشيخ هنا، لا يكون إلا بترك التأويل وعليه دين المسلمين. تأويل ماذا هنا المراد بالتأويل؟ تأويل الرؤية إنها ثابتة. وإحنا قلنا لحضراتكم المرة اللي فاتت إن التأويل لا يكون إلا لدليل. يعني الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره. طيب، ثم يجوز أن يخرج الكلام من الحقيقة إلى المجاز لدليل، لقرينة. إذا لم يوجد الدليل، إذا لم توجد القرينة، فلا يصح أن يحمل الكلام على المجاز، وإلا تسقط فائدة التخاطب أصلاً. إذ يمكن لكل واحد أن يدعي أن ما ألقي إليه من كلام لم يرد حقيقة. لا، الكلام له ضوابط، فالأصل في الكلام أن يحمل على حقيقته، ولا نلجأ للتأويل إلا به. فلذلك الإمام الطحاوي هنا يشير إلى هذه القاعدة المهمة، وهي أن الإيمان لا يكون إلا بترك التأويل إذا لم يكن عليه دليل. قال تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فيقول: وعليه دين المسلمين. وفي بعض النسخ، في بعض نسخ الطحاوية، وعليه دين المرسلين. يبقى إذن وعليه دين المسلمين في بعض النسخ، وعليه دين المرسلين في بعض النسخ. واضح؟ طيب، إذا قلنا إنه قال وعليه دين المسلمين فهذا صحيح، ودل عليه قول الله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. طيب، إذا كانت العبارة وعليه دين المرسلين، دل عليه قول الله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فإذا المرسلين والمسلمين كلاهما من أهل ماذا؟ الاستسلام. ثم قال الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. بما إننا بنتكلم عن الإلهيات وعن تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات، فقد يظن بعض الناس أن ما ورد في القرآن والسنة من ذكر العرش، الرحمن على العرش استوى، أو من ذكر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، قد يظن ظان أن الله عز وجل يجلس أو يتكئ على العرش والكرسي. فلذلك وضعنا هذه الفقرة ضمن باب الإلهيات، وإن كان يمكن أن توضع أيضا ضمن باب السمعيات، باعتبار أن العرش والكرسي كلاهما من الأمور السمعية. إذن فالعرش والكرسي حق. ما معنى أن العرش والكرسي حق؟ مش على معنى أن الله يجلس أو يقعد على العرش، تعالى الله عن ذلك، ولا على معنى أن الله يتكئ أو يستخدم الكرسي، تعالى الله عن ذلك. لا يمكن أن يكون هذا، لأن الله ليس كالبشر، ليس كمثله شيء. طيب، فنحن نقول: هناك عرش وهناك كرسي
قرأنا عنهما في القرآن وأخبرنا بهما النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا هذا حق. يعني لما حد يسألنا هل في دينكم حاجة اسمها العرش؟ هل في دينكم حاجة اسمها الكرسي؟ أو العرش والكرسي يضافان إلى الله سبحانه وتعالى؟ نقول نعم، نقول نعم في ديننا هذا موجود، هذا حق لا ننكره. فإذا إيه، زي ما بيقول كده الإمام مالك، الاستواء معلوم. يعني إيه الاستواء معلوم؟ يعني ورد في القرآن، لا نستطيع أن ننكر، لا نستطيع أن ننكر، لا ننكر الاستواء ولا ننكر العرش ولا ننكر الكرسي، فهذا حق. فالعرش حق، الكرسي حق. لماذا؟ لأنهما ثبت في الشرع. فعندنا مخلوقات لله عز وجل، مخلوق منهم يسمى العرش ومخلوق آخر يسمى الكرسي. طيب، ما هو العرش وما هو الكرسي؟ العرش في اللغة السرير. الإمام اللقاني عليه رحمة الله تعالى في جوهرة التوحيد يقول إن العرش شرعا جسم نوراني علوي محيط بجميع الأجسام. يعني إيه محيط بجميع الأجسام؟ يعني العرش عبارة عن دائرة كبيرة، هذا ما نفهمه أيضا من الأحاديث الأولى أو من الآثار اللي هو لحضراتكم بعد شوية. فالعالم كله داخل مخلوق اسمه العرش، فهو محيط، محيط يعني من جميع الجهات، يعني دائرة بجميع الأجسام. يعني العالم كله بشموسه بأقماره بنجومه بأرضه بسمائه داخل المخلوق العظيم اللي اسمه العرش. وهذا العرش قيل هو أول مخلوقات الله تعالى، وقيل القلم، وقيل غير ذلك. ولا نستطيع أن نعرف حقيقة العرش ما هو، يعني لم يرد في القرآن ولا في السنة ما هو العرش. هل هو جسم مادي ولا هو غير مادي؟ لا نعرف. هل هو من خشب، من حديد، من تراب؟ لا ندري، لم يرد في القرآن ولا في السنة، ولذلك لا نستطيع أن نجزم بشيء. لكن كل ما أعرفه أن الله عز وجل خلق مخلوقا عظيما اسمه العرش. هذا المخلوق العظيم هو أعظم مخلوقات الله تعالى، لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى وصف هذا العرش في القرآن بالعظمة، فقال سبحانه وتعالى: وهو رب العرش العظيم. وهو رب العرش العظيم. طيب، ده بالنسبة للعرش. طيب، الكرسي، ما هو الكرسي؟ قال الإمام اللقاني أيضا: جسم عظيم نوراني ملتصق بالعرش. يعني بعد العرش مباشرة، يعني إذا قلنا إن العرش جسم نوراني محيط بالعالم من جميع الجهات، فالكرسي هو الدائرة التالية مباشرة. ولا نعلم أيضا حقيقة الكرسي كما أننا لا نعلم حقيقة العرش. لكن لما نيجي نقرأ مثلا في الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، بنفهم من هذه الآثار إنه هذا الكون الذي نعيش فيه هو عبارة عن دوائر تبدأ من دائرة صغيرة إلى دائرة أكبر وهكذا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما الأرض في السماء الأولى إلا كحلقة في فلاة. حلقة يعني خاتم، فلاة يعني صحراء. فالأرض بالنسبة للسماء الأولى خاتم ملقى في صحراء، وعلم الفلك الحديث أثبت ذلك. إحنا عندنا ملايين السنين الضوئية
وحتى الآن نحن نقول إنهم لم يصلوا بعد إلى حدود السماء الأولى. علماء الفلك المعاصرون لم يصلوا بعد إلى حدود السماء الأولى. ففعلا الأرض بالنسبة للسماء الأولى كحلقة في فلك، خاتم ملقى في صحراء. فانظر النسبة في الحجم بين الخاتم والصحراء. ثم قال: وما السماء الأولى في الثانية إلا كحلقة في فلاة، وما الثانية في الثالثة إلا كحلقة في فلاة، وما الثالثة في الرابعة إلا كحلقة في فلاة، وما الرابعة في الخامسة إلا كحلقة في فلاة، وما الخامسة في السادسة إلا كحلقة في فلاة، وما السادسة في السابعة إلا كحلقة في فلاة، وما السماء السابعة في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة. فلذلك لما الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، يعني الله أتم خلق العرش الذي هو أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات. مش استوى بمعنى قعد، وإنما أتم خلقه. طيب، المهم أننا نثبت لله عز وجل العرش والكرسي كما قال ربنا سبحانه وتعالى، دون أن نفهم من ذلك مشابهة الله عز وجل لمخلوقاته من أنه يجلس أو يتكئ على هذه المخلوقات. لذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وهو مستغن عن العرش وما دونه. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق العرش والكرسي، لكنه هو الذي يحمل العرش والكرسي. شوفوا ربنا لما يقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يعني العرش ده بيحمله ثمانية من الملائكة، ثمانية من الملائكة. هؤلاء الملائكة الذين ورد أيضا في السنة النبوية أنهم أعداد مهولة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت يعني ثقلت من ازدحام الملائكة، من كثرة الملائكة فيها. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا ملك ساجد لله أو راكع. فإذا هذا العرش المخلوق العظيم يحمله ثمانية من الملائكة. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المرتين اللي شاف فيهم سيدنا جبريل على حقيقته، يعني على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، لم يستطع أن يتحمل المنظر، خاف، زملوني دثروني. ليه؟ ملك مخلوق ب 600 جناح، رآه جالس بين السماء والأرض، جناح واحد من أجنحته يسد الأفق. يسد الأفق يعني مغطي السماء كلها. فإذا العرش هو أعظم مخلوقات الله عز وجل، والله عز وجل مستغن عن العرش وما دونه. وما دونه يعني كل ما تحت العرش من مخلوقات. واحنا قلنا ان العرش جسم نوراني محيط بجميع الاجسام، يعني العالم كله داخل مخلوق اسمه العرش. والله عز وجل مستغن عن العرش، يعني العرش وحملته محمولون بقدرته سبحانه وتعالى. يعني ما حدش يظن ان ربنا محتاج للملائكة عشان يحملوا العرش، والملائكة دولت الله عز وجل يستخدمهم لحمله عن طريق وهو يجلس على العرش. هذا مخلوق، هذا يعني هذه مفاهيم طفولية ساذجة لا يقولها أهل التوحيد. أهل التوحيد، أهل التنزيه، لا يقولون ذلك ولا يعتقدون في الله ذلك. بل العرش وحملته
محمولون بقدرته سبحانه وتعالى. فلذلك الإمام الطحاوي هنا يقول: وهو مستغن عن العرش وما دونه. طيب المجسمة ماذا يقولون؟ المجسمة يقولون: الله متمكن على العرش، يعني قاعد على العرش، يعني جالس على العرش. بل بعضهم يقول: المقام المحمود الذي وعد الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم إن ربنا يقعده جنبه على العرش. طبعا ده كلام باطل، كل هذا كلام باطل لا يعتقده أهل السنة، وإنما هذا اعتقاد المبتدعة من المجسمة. أهل السنة لا يقولون الله متمكن أو قاعد أو جالس على العرش، وإنما يقولون الله مستغن عن العرش. ليه؟ لأن العرش مخلوق. يعني إيه مخلوق؟ يعني حادث. يعني إيه حادث؟ يعني لم يكن موجودا ثم وجد. يعني الله كان موجودا قبل العرش، فالله عز وجل الآن على ما عليه كان. قبل ما يخلق العرش الله عز وجل مستغن عن العرش، لا يحتاج العرش، لم يحدث فيه شيء سبحانه وتعالى بعد خلق العرش. طيب لذلك يقول الشيخ: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء فوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. يبقى علم الله عز وجل يحيط بكل شيء، العرش علم الله يحيط به، وما حواه يعني وما في داخله من كافة المخلوقات، وما تحته من كافة المخلوقات، بل ما فوق العرش إذا كان فوق العرش مخلوقات أخرى لا نعلمها، الله عز وجل محيط ولا يحاط به. لذلك الله عز وجل يقول: ولا يحيطون به علما. الله يحيط بخلقه علما، لكن لا أحد يحيط بالله عز وجل علما. لذلك نقول: لا يعرف قدر الله إلا الله. الإمام الغزنوي رحمه الله أحد شراح الطحاوي يقول: والمذهب الصحيح عند علمائنا أن كل ما ثبت بالكتاب والسنة ولا يتعلق به العمل فإنه لا يجب الاشتغال بتأويله، بل يجب الاعتقاد بثبوته. يبقى لما حد يقول لك ما العرش ما الكرسي، قل له: لا نؤول العرش ولا الكرسي، وإنما نعتقد بثبوت شيء مخلوق اسمه العرش ومخلوق اسمه الكرسي، وكان الله بالسر عليم. لا نخوض في هذه الأمور. اكتبوا هذه العبارة عندكم، عبارة الإمام الغزنوي عبارة جميلة، اكتبوها عندكم إذا أردتم. قال: والمذهب الصحيح عند علمائنا، والمذهب الصحيح عند علمائنا، ها من كتب، أن كل ما ثبت بالكتاب والسنة ولا يتعلق به العمل فإنه لا يجب الاشتغال بتأويله، بل يجب الاعتقاد بثبوته. لا نشتغل بتأويل العرش ولا الكرسي. طيب ثم قال الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يعني حضرتك عايز دينك يقوى، لابد انك تبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم اعلم واحكم منك، فلازم تدخل على الله سبحانه وتعالى على قدم التسليم والاستسلام. يعني انت تقول له: يا رب افعل فيما تشاء، يا رب علمني، يا رب فهمني. ستدخل الى الدين او ستقرأ القرآن او ستقرأ السنة وأنت تريد التعديل والتصحيح لله سبحانه وتعالى، والإملاء وإملاء الله ورسوله ماذا يفعلان وماذا لا يفعلان، لن يصح لك إيمان. كثير من المسلمين للأسف الآن أسماء إسلامية لكنهم يعيشون بعقول غير إسلامية. عقولهم تفكر في الأمور الدينية كما يفكر الكفار والعياذ بالله، ما عندهمش تسليم ولا استسلام. انت يا اخينا اذا قلت ان الله موجود
وأن محمدا رسول صادق، فإذا لازم تسلم، لازم تسلم خلاص. إذا سلمت أن الله موجود وأنه بعث محمدا رسولا يبقى لا كلام، انتهى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. طيب، معنى إنك بتقول أنا مؤمن بالله ورسوله ثم بعد ذلك لا تسلم ولا تستسلم، معنى ذلك إن في مشكلة، يعني أنت الآن تفعل الشيء وعكسه. إذن ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. مفيش تسليم ولا استسلام يبقى لن تثبت لك قدم. كتير الآن من المسلمين يعترضون على أوامر الله ورسوله، وجاينا موجات كثيرة جدا. ليه الإسلام حرم الخمر؟ ليه الإسلام يحرم الزنا طالما إحنا ما بنأذيش حد؟ ليه الإسلام يحرم الشذوذ؟ ليه الإسلام يوجب على المرأة الحجاب ولا يوجب على الرجل الحجاب؟ والمرأة تشتهي الرجل كما يشتهي الرجل المرأة، وأسئلة كثيرة جدا، أسئلة كثيرة جدا جدا سنتعرض لها وتثار الآن من المسلمين. فلذلك الطريقة الصحيحة في التعامل مع هذه الأسئلة إن إحنا نثبت عند الناس أن الله موجود وأن محمد الرسول، ثم ننطلق بعد ذلك للخطوة التالية. فإذا كنت يا أخي تصدق بأن الله موجود وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، فوالله إما أن تفهم الحكمة أو لا تفهم الحكمة، قد تفهم وقد لا تفهم. في كل الأحوال أنت مسلم، الله عز وجل مع التسليم من عليك بالفهم، لماذا أمر بهذا ولماذا نهى عن هذا، يبقى نعمة وفضل. طب لم تفهم، خلاص احنا مسلمين أن هذا هو الخير، هذه هي الحكمة. حتى كلمة الإسلام مأخوذة من سلم التي تدل على، أو سلم التي تدل على الانقياد التام لمن استسلمت له. الله عز وجل يقول وأمرت أن أسلم لرب العالمين. طيب، ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه، يعني من قصد إلى علم ما حضر عنه. إذا هل في ديننا شيء حُظِر عنا علمه؟ آه طبعا، الكثير من الأمور الله عز وجل حظر علمها علينا. أنت أصلا لم تؤت من العلم إلا أقل 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 القليل، أنت لم تتعلم شيئا أصلا. علوم الأولين والآخرين كلها كقطرة في بحار علم الله سبحانه وتعالى. زي إيه؟ مثل ماذا؟ مثل ماذا الأمور التي حُظِر علينا علمها؟ مثل معرفتك مثلا بحقائق هذا الوجود على وجهه الكامل، مثل معرفة حقيقة صفات الله عز وجل، مثل معرفة كيف يرى الله سبحانه وتعالى، مثل معرفة حقيقة القضاء والقدر، مثل معرفة حقيقة الملائكة. كل دي أمور نحن نسلم بها لكن لا نعرف حقائقها، وأمرنا أن نؤمن بها كما هي دون أن نخوض فيها. فمن رام علم ما حُظِر عنه علمه، طيب، ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يبقى حضرتك الآن تريد أن تحل ألغاز هذا الوجود وأنت ليس معك الأداة التي تؤهلك لهذا. أنت الآن كمن يستطيع أن يضع المحيط في كوب من الماء، فما الذي سيحصل؟ لن يستطيع، لا يستطيع التسليم ولن يستطيع الوصول إلى حقائق علم ما حُظِر عنه.
طيب، فهو لا يستطيع التسليم ولا يستطيع الوصول لنتيجة، فسيظل متأرجحا متذبذبا، لا مؤمنا ولا كافرا، لا مصدقا ولا جاحدا. النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ذلك في قوله: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا. طيب، إذن لن نستطيع أبدا أن نعرف حقيقة الذات الإلهية، هذا لا يكون. طيب، ما الحل؟ إنك تتفكر في خلق الله. طيب، حضرتك ما سمعتش الكلام، لم تسمع الكلام وأردت أن تعرف حقيقة الذات الإلهية، لن تصل إلى شيء ولن تنعم ببرد التسليم، يعني لن تطلت برد التسليم وحلاوة التسليم، ولن تطلت حلاوة المعرفة. لماذا؟ لأنه هذه معرفة بابها مغلق، زي بالضبط كده لما تكون مسافر من طشقند لسمرقند، انا بقول لك اذا سلكت هذا الطريق، هذا الطريق مغلق، اغلقته الحكومه اليوم، انت لم تسمع الكلام وسرت في الطريق فلن تصل، لا منك استغلت الوقت وبقيت في مكانك في بلدك، ولا منك وصلت الى الوجهه التي تريد ان تصل اليها. طيب، مسألة ال قول الشيخ هنا: فمن رام علم ما حضر عنه علمه، بتفتح لنا باب أو مسألة مهمة، هي كيف نتعامل مع النصوص التي ترد إلينا، كيف نتعامل مع نصوص القرآن والسنة، كيف نتعامل مع نصوص القرآن والسنة، ومتى ندخل بعقولنا في هذه النصوص ومتى لا ندخل بعقولنا، متى نفسر ومتى نتوقف، ثم ما العلاقة بين عقولنا وبين هذه النصوص. فاهمين المسألة يا أخوانا؟ العلاقة بين العقل والنص كيف تكون؟ ما هي العلاقة بين العقل والنص والنقل كيف تكون؟ أول شيء قبل أن نقول العلاقة، لابد أن نتحدث عن نص ثابت، يعني لو النص غير ثابت هذا مش محل للنظر أصلا، هذا لا يكون محلا للنظر أصلا. يبقى أول شيء ينبغي عليك أنك تعمله أنك تتحقق من صدق النص، لا بد من التحقق من الثبوت، هل النص ثابت أو ليس بثابت؟ إنه لو مش ثابت يبقى لا تشتغل بتفسيره، الاشتغال بتفسيره ومحاولة فهمه عبث. يبقى أول حاجة هنعملها إيه؟ التحقق من صحة النص، هل الكلام ده آية فعلا؟ هل الكلام ده صدر عن الرسول فعلا؟ هل هو حديث فعلا أو ليس حديثا؟ إذا كان حاجة حديث موضوع أو آية مكذوبة غير موجودة في القرآن، يبقى الاشتغال بالفهم والتفسير له عبث. يبقى أول حاجة العقل بيعملها هو إنه بيتحقق من صدق الرواية أو من صدق النص أو من ثبوت النص. طيب، إذا ثبت النص فإما أن يكون معناه موافق للقطعيات أو مخالف للقطعيات. لاحظ معايا هنا، إما أن يكون النص قطعي ومقتضى العقل قطعي أيضا، أو يكون النص ظني ومقتضى العقل ظني، أو يكون أحدهما قطعي والآخر ظني. فيصير عندنا الآن كم احتمال؟ أربع احتمالات.
يصير عندنا الآن كم احتمال؟ 4 احتمالات. النص قد يكون قطعي وقد يكون ظني، نعم، من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة أيضا، من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. النص القطعي، النص القطعي من حيث الثبوت هو القرآن والحديث المتواتر، القرآن والحديث المتواتر كلاهما قطعي الثبوت، وقد يكون النص قطعي الدلالة كقوله تعالى قل هو الله أحد، فهذه لا تحتمل إلا معنى واحدا، فش احتمالات. طيب، وقد يكون النص ظنيا، ظني الثبوت أو ظني الدلالة. ظني الثبوت هو الثابت بطريق الآحاد، والآحاد هو ما دون المتواتر، ليس الآحاد هو ما رواه واحد عن واحد، ولكن الآحاد هو ما دون المتواتر، كل ما هو دون المتواتر فهو آحاد. طيب، ظني الدلالة مثل قول الله عز وجل أو لامستم النساء، هل اللمس هنا بمعنى اللمس، لمس البشرة للبشرة، ولا اللمس بمعنى الجماع؟ دلالة ظنية، عشان كده تلاقوا الفقهاء مختلفين فيها. فالدلالة ظنية. يبقى إذن قد يكون النص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ظني الثبوت ظني الدلالة، قطعي الثبوت ظني الدلالة، قد يكون. فقطعي الثبوت أي قرآنية، ظني الدلالة كقوله تعالى أو لامستم النساء، دي آية فهي قطعية الثبوت ثابتة، هي آية قرآنية، نعم، تقطع بأنها آية، نعم. طيب ما معناها؟ اختلف فيها الفقهاء، اللمس هل هو بمعنى مس البشرة للبشرة ولا اللمس بمعنى الجماع، فيها خلاف. يبقى إذن هي ظنية الدلالة. طيب، ما العلاقة الآن بعد ما عرفنا أن هناك نصوص قطعية وظنية من حيث الثبوت والدلالة؟ هناك أيضا، هناك أيضا معقولات عقلية ومعقولات ظنية، هناك أيضا معقولات عقلية، معقولات قطعية ومعقولات ظنية. معقولات قطعية زي إيه؟ مثل قولنا الجزء أصغر من الكل، الجزء أصغر من الكل، ده معقول قطعي. طيب، معقول ظني، معقول ظني كقولي مثلا الجو في مصر جميل، أو كقولي الناس في أمريكا طيبون، كل دي أمور إيه؟ ظنية، يعني تحتمل الثبوت وتحتمل غير ذلك، يعني الاحتمالية فيها قائمة. طيب، طيب إذا تعارض العقل والنقل ماذا نفعل يا أخوانا؟ إذا تعارض العقل والنقل ماذا نفعل؟ إذا تعارض العقل والنقل إذا كان العقل قطعيا والنص ظنيا نقدم العقل، فالقطعي مقدم أبدا، القطعي مقدم أبدا، هذا مقتضى العقل أن يقدم القطعي على الظني. يعني إذا كان مقتضى العقل قطعي ومقتضى النقل ظني قدمنا المعقول القطعي. طيب، زي إيه؟ مثل ماذا؟ مثل قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، دلالة هذه الآية ظنية، دلالة هذه الآية ظنية، يد الله فوق أيديهم دلالتها ظنية، لأن كلمة اليد في لسان العرب تحتمل معان متعددة،
فدلالة الكلمة ليست قطعية، ليست معنى واحدا لا بديل له، فهي كلمة إيه؟ ظنية. طيب، مقتضى العقل والنقل كلاهما يقول إن الله ليس كالمخلوقات، ليس كمثله شيء، إذن ماذا نقدم؟ نقدم مقتضى العقل فنقول إن اليد هنا، إن اليد هنا لا يراد بها الجارحة، فماذا فعلنا؟ رجحنا المعقول القطعي على المنقول الظني. إذا إذا كان مقتضى العقل قطعي ومقتضى النقل ظني قدمنا العقل. طب إذا كان مقتضى العقل ظني والنقل قطعي قدمنا النقل. قدم النقل طبعا، لابد من تقديم النقل. طب إذا كان مقتضى العقل والنقل كلاهما ظني قدمنا النقل. إذا كان مقتضى العقل والنقل كلاهما قطعي، هذه صورة ممتنعة لا تكون أبدا، يعني لا يمكن أبدا أن يتعارض قطعيان، لا يمكن أبدا أن يتعارض قطعيان، هذه صورة ممتنعة لا يمكن أبدا أن يكون هناك معقول قطعي مخالف لمنقول قطعي، هذه الصورة غير موجودة. فإذا عرض لك يا أخي نص في القرآن والسنة ووجدت أن هذا النص، وجدت أن هذا يتعارض مع العقل، فانظر أيهما قطعي وأيهما ظني، فقدم دائما القطعي على الظني، ثم إذا كان ظنيين فقدم المنقول على المعقول. إذا كان ظنيين فقدم ماذا؟ المعقول على المنقول. نعود إلى الطحاوي، يقول الشيخ: ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حُذِر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مراده عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ثم ينتقل الشيخ الآن بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي قوله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. نبدأ بهذه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بارك الله فيك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.